الآفاق المستقبلية للولاية، إن شاء الله الولاية تتجه آفاق خاصة في قطاع الأشغال العمومية اللي مستقبلا إن شاء الله فيه مشاريع كبيرة وكبيرة جدا، وهذا من خلال العناية اللي توليها الدولة لهذه المناطق وأكثر، يعني للمناطق الحدودية اللي ستشهد إن شاء الله انطلاق أكثر من 500 كيلومتر على المناطق الحدودية، وهكذا نأمن الحدود نتوعنا لتسهيل عملية ولوج الأشخاص وكل ما يتعلق بما يتعلق بهذه المنطقة. نقوم بترشيد مشروع الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 وقرية تورست، وهذا الطريق الذي سيشكل منعطف ويدعم التنمية على مستوى هذه القرية حيث فك عليها العزلة. اليوم بفضل المجهودات المبذولة من طرف الدولة والسلطات التنفيذية والسلطات التشريعية والوقفة تاع المواطنين مع القيادة الرشيدة، استفدنا من منطقة استفادت منها هذه المسبك، واستفادت حتى من القرارات كثيرة من السكنات. تقريبا بالنسبة للسكنات الريفي جل المواطنين استفادوا من السكنات الريفية. تم تقديم الإعانات بناء الريفي لسكان قرية تورست، وأنا من المستفيدين، أنا جد مسرور بهذه الإعانة.